لي حوالي 26 سنة 27 سنة في 94 يعني تقريبا. طبعا هذه الشغلة ما احنا سلمناه عن رحمة أبياتنا وجدودنا طبعا، هذه وعد سلم اشي في من هذه صارت الكورونا. هذا انا ما بعرفش منين اجتنا هذه الكورونا. هذه حصلت مدينة الخليل عن قرى الخليل، يعني بطل تلاقي الناس هذه تأثر فيها، ما حداش بينزل هون كثير. اختلف الجو في رمضان أثناء رمضان، يعني له جو يعني حلو هيك كويس شغله الحمد لله رب العالمين. الله يبعد عنا هذا المرض الكورونا هذه وترجع الناس زي ما كانت خالص. كلها يعني الحمد لله مطلوبة. هم أكثر شيء بيرغبوا البقدوس، محشي البيت الجوز، محشي الباذنجان الجوز بيرغبوا، شنو بالزيت بيرغبوا البقدوس، وشغلات الزيتون زي على شطة على جزر زي على باذنجان فلفل محشي زي زيتون على لبنة مع زعتر مع شطة، يعني هذا الشيء أصناف ماشي كويس مع الناس.